شبك شبك عم تلفق فيه وسام. شو بو كمان؟ قلت له وصلت ميرفت قمتها منه بتسلم عليها منه بتحسب لها مستقبلنا. ايه عم فجأة ما ادري شو صار له تكهرب. قال شو ما بيأمن بهيك شغلات. لك يا نور هذا علم علم كامل بدرسوه بأهم جامعات بالعالم. معك حق تضايقي. معقول يكون وسام حابب يعمل لي سربرايز؟ سربرايز. هذا انت؟ طمنيني وصلت ميرفت؟ ايه وصلت بس عشو كل هاللهفة؟ بدي تشوف لي حظي، بدي اشوف اذا رح نجم ما رح نجم، بعدين بدي تشوف لي انا ونور شو رح يصير بيناتنا بالمستقبل. ايه فوت فوت يلا. يا حظي. شكلها العاصفه برا وقفت. هو انا عشان فقيره ما حدش بيرد عليا؟ ليه كده بس يا ربي ليه؟ مش انا اللي قايله ان قبل الساعه 10 العاصفه هتهدى وكل حاجه هترجع لطبيعتها؟ الله. كملي كملي ميرفت بليز. عينيا هو انت مستعجل كده ليه؟ ما احنا قاعدين اهو. قشطه. بص يا سيدي انا شايفه قدامي دلوقتي سكة طويلة قوي. هاي أكيد سكة الفن. يا قلبي يا كتاكت يا ما أنت شايف وساكت آخرها وحش قوي يا حسين. يا خرابي شايفة هنا سكة قصيرة قوي بس مزروعة فل وياسمين وعنبر. هيدا أكيد سكة الفن. طيب السكة الطويلة اللي قبلها شو كانت؟ بركي سكة الحب. انت كل حاجة تحشري نفسك فيها حتى كفو. ما تخليني اعرف اركز. الله. طب قولي لي رح اعمل شيء فيديو مع شي فنان مهم؟ هشوف لك. بسم الله ما شاء الله ده في حد جامد قوي واقف جنبك اهو. اكيد نور. ده مش ست ده راجل. راجل وجامد قوي ولبس اكسسوارات ولبس في ايده اليمين ساعة. ده راجل مش ست لابس اكسسوارات كتير مفيش حد غيره شعبان عبد الرحيم. يلا مفيش حد غيره شعبان عبد الرحيم. ايوه ان شاء الله مصدقتيني كل هالخزعبلات هاي. صحة بس أنا ماني فهمانة كيف طلعت طعم هي سكة الحب؟ لا وأخذتها سودا. هذا كله حكي بلا طعم فايت ببعضه. لك صحة شو أنتِ ما عم تاخدي دواء؟ بلا بس ما بعرف شو صاير لي من وقتها ما حطيت أجرة هالبنت بهالبيت وأنا هيك. هي لعنة الأهرامات. ليكي روحي ظبطي وضعك معها أحسن ما يصيبك سل. سل؟ ميرفت انت نعسانه ولا لا؟ يعني مش عارفه اقول لك ايه يا حبيبتي بس انا يعني 3 ساعات طيران وساعتين في المطار واديهم في السكه يبقى ايه؟ معناها صحيانه. لكن قولي لي رح نرجم ولا لا؟ ما شاء الله ايه الذكاء اللي انت فيه ده؟ ما انت نجمه وزي الفل اهو عايزه اكتر من كده ايه؟ لا هي بتعرف انها نجمه بس هي قصدها قصدي امتى بدي اخلص من التعتير وارجع لحياه الشهره والنجوميه؟ ايه تماما. بصي يا حبيبتي I don't know exactly برهاب سياسي برهاب سينو. أنا ما بحبش الكذب خالص. أصل الكذب خيبة. بيقولوا عندنا كده. بس أنا أول ما شفتك قلت إن في جواك ارتباط بينك وبين النجوم. ودي حاجة ما تستخباش. أصل أنت نجمة. بس يا عيني محتاجة مين يطلعك للنور ويلمعك. وللأمانة كوكب ميركوري عامل اللي عليه وزيادة. يعني قاعد يظبط لك الشغل بتاعك ويدير لك الدنيا بتاعتك وكل حاجه محتاجاها بس في حاجه بتسرق منك الشهره والنجوميه بتاعتك. طيبة قلبها ما هيك؟ لا توثق بالناس بسرعه. هلا انا بوثق بالناس؟
انا امي ما بوثق فيها. برضه لا، عصبيتها بتسرعها. هلا انا عصبيه؟ ها شفتي كيف عصبتي؟ لا دي ولا دي ولا دي. امال ايه؟ نريمان بين قوسين كده نانا. نانا؟ اه نانا. برج كده مش راكب على البرج بتاعها. في اللحظه اللي الشمس بتفكر تخش على البرج بتاعك بتروح عامله ايه؟ سرقها منك. في اللحظه دي بتسرق الشمس بتاعك يا عيني. والله لا افرمك فرم يا نانا انت والبرج بتاعك. طولي بالك ميديا، بجوز ميرفت مخربطه. تاكدي منيح، تاكدي. انا ما غلطش خالص. واكبر دليل النهايه بتسحق قبلك، صح؟ ايه مظبوط، انا دائما بشوفها فايقه قبلي. وانت طبعا فاكراها من طيبه قلبك ان هي بتسحق قبلك عشان هي نشيطه وعندها حاجات ومحتاجات وعايزه تعملها، صح؟ هي بقى بتسحق قبلك عشان تسبقك على ميركوري. طيب ماشي انا برجع. ايوه كده وريها سمسمه انت. رايحه؟ لا ميديا. تعالي يا حبيبتي قربي. انت مش عايزه تعرفي بختك انت كمان؟ ايه قولي لي الواد اللي اسمه سائر عامل ايه؟ وانت شو عرفك انه اسمه سائر؟ عايزاكي تسامحيه. سامحك؟ على شو؟ اصلا انا كدبت كدبه بيضه والله العظيم ما كانش قصدي يعني. من فات انت شو عم تقولي؟ ما عم بفهم عليكي. على البيبي بتاعك حسين. شو بو؟ بص يا نور، علشان انا بقدر مشاعير والاحاسيس بتاعت اتنين بيحبوا بعض، عايزه اقول لك على حاجه مهمه قوي. من واجبك يا صديقه ليكي ان انا ما اخبيش عليكي. انت لازم تاخدي بالك قوي 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 قوي. اخد بالي من شو؟ من الاخر وعلى بلاطه كده، الراجل ده ما ينفعكيش. انت شو عم تقولي ميرفت؟ كيف يعني ما ينفعكيش؟ قلتي لي يا حبيبتي انتوا الاثنين مش لايقين على بعض. برجك كده بيعطل على برجه، وبرجه بيعطل على برجك، ما بيخليش الحظ يدخل على برجك يا عيني. والله العظيم ده انا زعلان عليكي قوي. يعني انتوا الاثنين لو اتجوزتوا عمركم ما هتتوفقوا. ده لو اتجوزتوا من اصله. يا ساتر يا رب. بسم الله. انت شو عم تقولي ميرفت؟ ايه بس نور وحسام بحبوا بعض واكيد رح يتجوزوا. يتجوزوا؟ طب ما يتجوزوا يا حبيبتي، ده يوم المونة. هزغرد لك يوم فرحك يا حبيبتي، وهلبس فستان جديد، واعمل شعري، واتزوق اخر تزويق. بس انت عارفه ايه؟ ده اسبوع ولا اسبوعين بالكتير وهتطلبي الطلاق. طلاق؟ ويا ريت هيطلقك. ده مش هيطلعك لما تديه فلوس. لا يا عيني عليكي، وهتطلعي حامل بعد كده، ومش هيتعرف على البيبي برضه. ايه مش هيكون البيبي صبي ولا بنت؟ هيشبه امه ولا هيشبه بيه؟ بتتريق عليا روح امك؟ طب امي يا اختي ردي على الموبايل بتاعك، اصل التليفون ده مهم جدا، جايلك شغلك جامد قوي قوي قوي. قومي يا اختي قومي. شو؟ تليفوني ما عم بدق اصلا. أنا كم مرة قلت لك لا تخلين تليفونك يوم تطلعين من الغرفة؟ حشرتيني وحشرني تليفونك وياك، ردي. لا لا ردي. يا ربي يا ربي، ليه ما حدش بيرد عليا؟ مش فاهمة عشان فقيرة يعني؟ ميرفت كملي كملي، وشو كمان؟ بصي يا نور يا حبيبتي، أنا عشان بحبك هقول لك الكلام ده من الآخر. أنتوا الاتنين مش ظابطين مع بعض، مية ونار، سما وأرض، هوا وتراب. هتظبطوا مع بعض ازاي؟ الله اغنيها لك يعني؟ سموحه فين يا سعير؟ هاي من عندك؟ فداك الاغاني كلها. ميرسي ميريا. شبك ليش هيك مسطلك؟ مات حدا؟ انا بلشت خاف منها لهالبنت. من مين؟ من ليا؟ ميرفت ليا شو عملت لك؟ ما بعرف بس هي قطعه عم تقرا المستقبل صح. فسرينا نفسري. قالت لي قومي ردي على تليفونك.
اي عادي بتكون سمعت رنات الموبايل، ما بدها ذكاء يعني. لك مش هون القصة، القصة انه تليفوني اساسا ما كان معي، والاهم من هيك قالت لي قومي ردي على تليفونك لانه جاييكي شغلي جامد فيه. ورديتي؟ رديت. واجاكي شغل جامد؟ ايه؟ قالوا لي انه قصتي ترشحت بين 5 قصص واحتمال كثير كبير انه هي تاخذوا الجائزة. الف مبروك. الله يبارك فيك. نانا ويت انت امتى فقت اليوم؟ اه ما نمت اساسا من السالة. البنت ميديا دي شايفه روحها عليك وقوي، هي يا دوبك تحلم تبقى كومبارسة. اه والله شو تكلم ماما ميديا كومبارس؟ ماما ميديا بيج ستار، بيج 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 ستار. وانت مين انت عشان تتكلم معايا وتحشر نفسك في اللي مالكش فيه؟ انا كومار هود، انا تكلم حق. ماما صبايا كله فيري 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 جود. ايه ده انت تتلهف في السواقه بتاعتك وبس، مالكش دعوه في اللي انا بتكلمه. ماشي كومار، وبعدين وياك يعني ما بتسكت اشوف انك تسوق احسن. حاضر ماما. ده ايه ده يا ليان؟ ايه الحاجات الحلوه اللي عندك دي؟ كله اجنبي يا حبيبتي. حاجات حلوه جدا جدا جدا. ابي احطي لي من كل حاجه في كيس كده صغير اخدها معايا وانا ماشيه، حاجه للشعر، حاجه للوش، حاجه للبشره، حاجات كده تحسن من الوضع بتاعي انت عارفه. اكيد حبيبتي ولا يهمك، بس مش تنسي ها، ما بحبش النسيان. لا ما بنسى، بحط لك كل شيء. اوكي حبيبتي اوكي. المهم قولي لي الحين شو كنت تتكلمين؟ تكلمين في تقولين يعني؟ البنت سميحة. البنت سميحة دي ممكن تبقى أهم قضية في الوطن العربي كله، بس هي إيه؟ تسيب الواد اللي اسمه سائر ده، أصله هو اللي واقف لها في زورها، مش في زورها بس، في سكة النجاح بتاعتها كلها. الحين أنا شو دخلني في سميحة؟ وشو دخلني في سائر؟ إحنا جايين هني ليش؟ مو بعشان نشتغل؟ مو بعشان نطور هالمركز هذا؟ نسيت يا حبيبتي يا لولو، معلش اديني القايمة بتاعت الأسماء والموظفين ومواليدهم وكل حاجة تخصهم. ليان الزبونة اللي كانت عم تصبغ شعرها فقعت المي السخنة بوشها. شو؟ يا لهوي وأنت بتضحكي؟ يا خايبة أنت، يا خايبة. طفيها، أنا حسكب لها رصاصة، والله حسكب لها رصاصة. في رجل بغسلة هنا، في عين بتسيب، يا نهار أسود ونايم. إيه الحاجات اللي بتحصل من أول يوم جبتها هنا؟ إيه الحاجات الحلوة دي؟ المهم يعني انا عايزك بعد كده تاخد الامور بهدوء كده وتفكر قبل ما تعمل اي حاجه يعني. بكلمني بعدين. ها سلام. ايه يا نور اتاخرتي ليه كده؟ يعني ما بتعرف عشق دبي. عشق دبي مش مشكله. المهم يعني ايه الاخبار؟ اخبار شو ايه بس؟ مرفت كتير مبسوطه ومرتاحه، الا اذا قلت لك شيء تاني. ها مش مهم تكون متنيله، المهم يعني انتوا مرتاحين؟ ايه مرتاحين. يعني مفيش اي مشاكل خالص؟ ما في مشاكل الحمد لله. كريم كأنه في بتمك حكي، شو في؟ لا اكيد. طبعا اكيد. الو ايميدو نانا شبا. ايه عادي لا تخافي، قولي لها لا تخاف، هي حساسية من الجو. خلص أنا هلأ بيجي وباخذها على المستشفى بيعطوها إبرة. طمني ما في شيء. أوكي حبيبتي باي. مستشفى؟ هو مين اللي عايز يروح مستشفى؟ اطمن هي نانا، مرفت نزلت مع ليان على البيوتي سنتر. تمام، ألف سلامة على نانا، بسلمي لي عليها. الله يسلمك. دي إيه ده؟ دي نجاة الصغيرة؟ لا بهزر معاكي، نجاة مش كده؟ نجات يبقى 30 في 40، 50 في 30 على 4. يا نهار اسود والنيل، دي جايبالك النحس يا حبيبتي، جايبالك النحس. دي بتشتغل في مانيكير وبيديكير. شغلها حلو يا حبيبتي يا ليان؟ هي وايد. هو انت لازم تمشيها، بس قبل ما تمشيها ممكن نجرب شغلها؟ ممكن. معلش يعني؟ هي طبعا ولا يهمك، الحين بخبريها ما تحجزش موعد. هاي حبيبتي عشان ربنا بيقول يعني قطع الاعناق ولقطع الارزاق، انت عارفه يا حبيبتي. هاي اعرف اكيد. اشوف الثانيه بقى. شوفي دخيلك. فتون؟ هي دي من ارض عدن دي.
بلاها هذه بعد يمنية يعني. هي بصي دي تحطيها بأول طرد رايحة اليمن، فهماني؟ علشان دي اللي جايبة لكم العين والحسد للمركز ده. يا عين يا ليان، يا عين يا حبيبتي. استني هشوف الباقي. الله، لقيتها لك يا ليان. عبلة، عبلة دي من مصر مش كده؟ دي بقى وش الخير والسعادة عليك يا حبيبتي. بس هي خسارة، هي بتجيب لك الزباين بتوع الدين، واللي يشتغل بالدين يفتقر. مش بيقولوا يا مأمنة للرجالة يا مأمنة للمية في الغربال؟ وشو دخل مثل هذا في البنية؟ انتي هتناقشيني يا ليان؟ في ايه يا حبيبتي؟ انا بقولك معلومات علمية وصحيحة 100%. ايه الناس اللمامة اللي انتي جايباها دي؟ انتي تمشيها على طول يا حبيبتي. هلا بيعطوكي ابره حساسيه ما بتضل يعني نص ساعه وبتروح الزعمه. طيب وين؟ هون ولا هون؟ بأي غرفه؟ هون هون. متاكده تخلصوني؟ ايه امشي. بعد اذنك. سوري سوري. دي تمشيها على طول، تمشيها على طول، دي ما تنفعش خالص. نو واي، يما على الله، اي دونت بليف ات. لك ايش انت طلعتيلي بالصعبه خيطه؟ انا برضه اللي طالعه لك في مش عارف ايه؟ انت اللي طالع لي في كل مكان، جاتك نيله. ببعت لك حتى في نص خلطك وبه. بعدين وبعدين؟ خلاص خلاص. قدري قول لي شو استوى معك؟ ما صار شيء، انا جبت فريق الاختصاصي بتضميد الحروقه والجروحه ولفيناها للمخلوقه. يا نهار اسود ومنيل، لفيتها يا قدري؟ لفيت الست يا قدري؟ لفيت الست يا قدري محروقه؟ ده انت بتقول محروقه؟ البنت عم تصرخ من الوجع. لك ادري حدا بيلف حدا محروق؟ شو؟ يا ربي منها الصباح النحس وياكم. لك ايش بك انسى ريمي؟ ايش بك؟ قصر لك، ايش بدك يانا؟ نروح نبرق قدامه وننفخ له على القح لبين ما يطيب؟ لك انت اللي ايش بك؟ على القليله حط لها شي لوشن، لك معجون اسنان قبلانين، اي شي يرطب الحرق مو يلزق عليه لزق. انت بتقولي انت بتكلمي مين؟ ده يفهم في حاجه ده؟ غميان خيرا تفعل شرا تلقى. وبه وبه؟ جاتك القرف وشكلك عامل زي الليمونه. اختي يا اختي يا ام ضحكة هبلة انتي. تعالى ما اقول. شايفه الراجل اللي انت قاعده تتخانقي معاه عماله البطال ده؟ هو ده نصيبك، ونصيبك هيسيبك. انت عارف ان الحياه هتبقى معاه تراجيديا كلها دموع 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 يا حبيبي يا حماده هلال. عارفه ايه؟ ده بقى هينقص عليكي عيشتك، هينكد عليكي صبح وليل، هياخد منك كل فلوسك ويرميكي في 60 داهيه. هو ده. هو مين؟ قدري يا ماما. الله لا يقدر. ما هو أنسة ميرفت، يعني أنا عاوزتك هيك بشغلة، هيك تقولي لها للأنسة ليان إنه أنا يعني كتير مناسبة لمنصب الإدارة هون بالمركز، وإنه وشي وش استعد. طبعاً. يا أختي. طبعاً يا حبيبتي، ده أنت بقيتي في حضن مامتك وباباكي. بصي أنا طلبت من ليان إن هي تحط لي من كل حاجة حاجة في كيس كده قبل ما أمشي، بس شكلها كده اتلهت في الست المسلوقة اللي جوه، فأنت دلوقتي حالاً تروحي تحطي من كل حاجة حاجة في كيس، ماشي؟ ماشي حبيبتي. هيك بتروحوا على المشفى بدون ما تخبروني؟ إيش ورحنا اتغدينا على البحر؟ صح. كيف صرتي نانا؟ ما منيحة، تعباني كتير. أنا رح أطلع أرتاح بالأوضة. امشي أنا أطلع لك. تعي حبيبتي، تعي تخبريني. ليكي حأغلي لك زعتر كتير منيح. ولا يهمك. ما اتصل وسام؟ لا، ليش؟ لأن ميرفت قالت لي إنه ما رح يتصل من هون لثلاث أيام. أيوة، هي شو عرفها؟ ما بعرف، بس بتعرفي إذا عمل هيك بعمري بحياتي ما تحكي معه. ها ها، هيك اتصل اتصل، ردي عليه. لا، هي ليان. ألو، أهلين للوشة. إيه، صارت منيحة، طلعناها من المستشفى. ليش رايحة على المستشفى؟ فيكي شي؟ إيه ماشي. خلص أوكي. ماشي باخدها. يلا يلا، باي باي. مين على المشفى؟ ليان. ليش؟ قال في عندها زبونة مصابة بالمركز وبدها تاخدها على المستشفى، وبدها يعني امرق على المركز مشان نجيب ميرفت. ايه خديني معك، بدي اروح معك. مو معقول هالقصة.
حاسه في شيء غريب عم يصير حوالينا. الله يستر. بتعرفي وانا كمان. انت عارفه يا ميديا انت بيحصل معاكي ايه؟ انت بصيتي لنفسك في المرايه فجاه، تعبتي من المفاجاه، بقيتي تقولي لنفسك انا مش عارفني، انا تهت مني، ده انا مش انا، صح؟ صح. وسام ده ما بيحبش حاجه فيكي الا شكلك، ما بيحبش اي حاجه تخص شغلك، هو عامل نفسه ان هو مهتم بشغلك ومهتم بفنك، بس لا. قولي هو مش بيبصلك بيعملك كده؟ آه. عارفة بيكون بيكلم نفسه بيقول إيه؟ إيه؟ ماشي يا ميديا، لما هتجوزك مش هتبقي إلا ست بيت وبس، هسايرك عشان أشوف آخرتها معاكي إيه؟ هيك عم بيقول؟ يعني أنت متأكدة إنه هيك قال؟ طبعاً. بصي يا حبيبتي، ده كوكب عطارد نقله عن طريق الأشعة لكوكب أورانوس، وأورانوس نقله لزهرة وأزواجها الخمسة، أقصد كوكب الزهرة، وكوكب الزهرة نقله عن طريق الأشعة كمان برضو للكرة الأرضية، والكرة الأرضية بطريقتها بقى وصلتها لدماغه، خليته يقول كده. طب نرجع لكوكب مدير أعمالي، شو قلتي لي اسمه؟ ميركوري، ده هايل جدا. بصي، بكرة هيصحى متأخر عشان الشمس هتلف من عنده متأخرة، هجيلك شغل جامد قوي مع واحد انت كنت شغالة معاه من قبل، وبيفتكرين يا بت يا نجمة. طب ويسام؟ أنا قلتلك اللي أعرفه، والدور والباقي عليك انت يا ميديا. قديش شفت بالعالم نجمين وعلماء فلك مثل ميرفت ما شفت. نيفر نيفر. تصور حتى كوكب النجومية تبعي والفن عرفته. تزعلي مني إذا قلتلك بأنه كل هذا الحكي أنا ما بقتنع فيه؟ ما بصير ما تقتنع، هذا علم، علم قائم بذاته. لك يا حبيبتي أنا ما بقتنع بهذا العلم ولو. وبالعلامة قالت لي أنه حيجيني اتصال في شغل كثير 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 مهم ساعة 2 الظهر. يا سلام. طيب وما قالت لك بأنه ساعة 2 عندك موعد مع الحبيب؟ بالمناسبة ساعة 2:10. شفت؟ جاني اتصال. هذا روجي، أكيد ساعتك مأخرة. ألو؟ أهلين روجي. هي بالبيت تعبانة شوي مشان هيك مسكرة موبايلها. إيه خلص بقول لها إنك اتصلت. ماشي. باي باي. شو؟ هاد روجي عم يتصل مشان يطمن على نانا، قال ما عم ترد عليه. يعني ما في شغل؟ لا ما في شغل. ويسام؟ شو حبيبتي؟ هلا انت بتحب شغلي؟ انه اكيد يعني اي شيء انت بتعمليه انا بحبه. انا قصدي على شغلي بالفن حصرا. وحياتك اي شيء انت بتحبيه وبتهتمي فيه انا بحبه، شو من كان. يعني شغلي بالفن ما بتحبه؟